في البرنامج ديال منتدى التواصل لمغاربة العالم اليوم الحد. كان عندنا في البرنامج زيارة لمعالم المدينة القديمة، واستفدنا من المعرفة الواسعة ديال الأستاذ عمر السملالي اللي كتكتب كأرخ للمدينة القديمة. دوك بديناها بالمكان هذا، جيت باب الكبير ودخلنا مع المدينة، دخلنا مع المدينة كلها، وزرنا بعض المعالم خصوصا بعض المنازل اللي كيأرخوا المراحل التاريخية ديال المدينة القديمة، وكيأرخوا بالخصوص الشخصيات اللي ماركات الحياة ديال المدينة القديمة. وختمناها بزيارة ديال السونتر ديال الباتريموان اللي فيه هذا السونتر هذا اللي هو إنجاز جميل، فيه احتوى فيه التاريخ كله ديال المدينة القديمة من البداية للنهاية، في كذا مكات ديال المنازل القديمة. من بعد جينا للسقالة باش نفتتحوا واحد المعرض اللي درنا على أصحاب النية. شنو المقصود ديال المعرض ديال أصحاب النية؟ المقصود به هو ديك الملحمة ديال كرة القدم، زعما ديك البطولة وداك العمل ديال أبناء الجالية اللي يمكنوا من رفع راية المغرب عاليا. ولكن الخصوصية ديال هاد المعرض كذلك جاي من كنا قلنا هاد النية ما محصوراش على هاد الشباب، هي النية بحق ديال كذلك ديال الجيل الأول اللي غادر بلادو في ظروف صعبة بنية أنه يساعد الأسرة وكذلك يساعد الوطن ديالو. وخضينا كذلك بعض النماذج ديال المغاربة اللي عندهم دور في الحياة عامة، منهم منصف السلاوي اللي كنسميه جميع مسيو لو ماروك أونتي كوفيد. وخذينا كذلك نموذج لواحد الشابة في فرنسا إلهام اللي جاب في البكالوريا 20%. هاد النماذج كلها كتبين بين الحقيقة ملي الإنسان كيعمر النية كيقدر يوصل. من بعد تجين درنا وقعنا واحد اتفاقية ديال الشراكة مع الجمعية اللي ساعدتنا وعملت معنا على إنجاز هذا المعرض في الفضاء ديال السقالة، هي الفيدرالية المغربية للمجتمع المدني. حددنا الأهداف العامة ديال الفيدرالية وكذلك الوسائل الأهداف العامة ديال اتفاقية الشراكة وكذلك الوسائل اللي غادي نعملوا جميع من أجلها. ثلاث محاور غادي نعملوا عليها. أولا تعريف المدينة القديمة بالنسبة لمغاربة العالم. الهدف الثاني هو دعم كل مبادرات على مستوى المجال الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي اللي كيمكن تنعش المدينة القديمة وكتعش المدينة بشكل عام. هذا هو الملخص. بالطبع المحطة المقبلة هي المهرجان، كنفكروا في تحضير واحد المهرجان في 2024، وقلنا هذا المهرجان يمكن يكون إلا مع كل الشركاء. يعني هذا المهرجان ماشي غير يديروا جمعية الوصل وجمعية الفيدرالية، بل كيخص كل المؤسسات تنخرط فيه. غنحاولوا أننا ندمجوا في إطار واحد اللجنة تحضيرية هذه الجمعيات، وكذلك بيسير المؤسسات الرسمية اللي بدون دعمها كيصعب نجوز حاجة في المستوى اللي بغينا تكون تطلق بالصورة ديال المغرب.